الجزائر اليوم وقعت اتفاقية مع منظمين العاب العربية. شرف كبير لنا أننا نكون الراعي الرسمي التكنولوجي لهذه الألعاب. اتصالة الجزائر قامت بجهود كبيرة لتمكين كل الفاعلين في الميدان الرياضة أنهم يشاركوا في هذه الألعاب بصفة بكل أريحية، بتجهيز كل المرافق التي ستحتضن هذه الألعاب بتكنولوجيات عالية التدفق. اتصال الجزائر بصفتها المتعامل الأساسي في ميدان تكنولوجيات الإعلام والاتصال قامت بتجهيز بالإنترنت عالي التدفق كل هذه المرافق كما قلت، وحنا يعني مسرورين باش نكونوا الراعيين الرسميين التكنولوجيين لهذه الألعاب.